ضمن الاحتفالات الخاصة بالأعياد المجيدة في عمان وغيرها من المحافظات، قام فندق الانتركونتيننتال بافتتاح بازار عيد الميلاد السنوي وعلى مدار 3 أيام. نحن سعيدين كتير بوجودكم معنا بالكريسماس بازار اللي صلنا كذا سنة عم نعمله بالأوتيل لنحتفل بالأعياد المجيدة وبنهاية السنة مع كتير ناس بهالكريسماس بازار اللي بيجمع جمعيات خيرية ومؤسسات حابة تشارك بضمن هالأعياد لتقدم ريعة لمؤسسات خيرية ولتساعد الأسر المحتاجة وتكون حدة ونفرج تضامن معين نحن ضمن المجتمع الأردني ونكون كلنا عائلة واحدة تحتفل بهالأعياد السنة. اشتمل البازار على عدد من الأقسام اللي أظهرت إبداع ومهارة عالية في الأعمال اللي تم تقديمها للزائرين، من حرف يدوية وتطريز وحتى مأكولات بيتية وغيرها العديد. هلأ أنا صدي تقريباً كل سنة باجي على هذا البازار وكتير بحبه صراحة، ومبارح اجيت مع أهلي، اجيت أنا وإمي وولاد خواتي واجيت تصوروا مع سانتا وحضرنا الكريسماس لايتينج، it was very nice. واليوم يعني رجعت لأنه صراحة في كتير أشياء عجبتني وحبيت أشتريها، وحبيت أنه في جمعيات خيرية عم تشتغل هون وفي كمان أكل لجمعيات خيرية موجود، وحبيت الكريسماس تري إذا شايفين يعني، والكريسماس اللي باللوبي كمان أنه كتير حلو اللي يتصور الواحد عندها، فحبيت كل شيء يعني الجو بري كريسماس وكتير حلو. ريع البازار سيقدم بكامله للأعمال الخيرية والجمعيات اللي بحاجة لدعم لتكون هذه المنتجات مصدر لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال والعجزة وغيرهم من الفئات. يذكر أن مجموعة فنادق الانتركونتيننتال تقوم سنوياً بعمل أنشطة خاصة بالأعياد بمختلف أنواعها، واللي بيكون جزء كبير منها لدعم فئات محتاجة في المجتمع الأردني. أحمد الكيلاني، رؤية.